السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الأعزاء طلاب الفرقة الأولى بالمجمع التعليمي مدرسة متكامل أسيوط. سوف نشرح معا في مادة الكيمياء أسئلة محلولة على الصوديوم ومركبات. أول مثال عندي بيقول لي اشرح تجربة عملية توضح بها تفاعل الصوديوم مع الماء لتكوين محلول قلوي التأثير. دي التجربة اللي احنا شرحناها مع بعض قبل كده. التجربة نضع قطعة صوديوم صغيرة في كأس بيبيناء. المشاهدة اللي نشوفها تتحرك قطعة الصوديوم بشدة في جميع الاتجاهات فوق سطح الماء، وعند ذوبانها يشتعل الغاز الناتج. المحلول الناتج من ذوبان الصوديوم يزرق ورقة عباد الشمس. المحلول بما انه بيزرق ورقة عباد الشمس يبقى ده محلول ماله قلوي التأثير. المادة الناتجة هي هيدروكسيد الصوديوم. المعادلة اللي عندي اللي بتعبر عن الكلام ده، ادي صوديوم وادي مع المية هيتكون هيدروكسيد صوديوم اللي هو ده ناله محلول قلوي التأثير يزرق ورقة عباد الشمس، وده غاز الهيدروجين اللي هيشتعل. تاني سؤال معانا النهارده، كيف تميز عمليا بين كلوريد الحديد الثلاثي وكلوريد الألمونيوم؟ كلوريد الحديد الثلاثي وكلوريد الألمونيوم، هنا عندي حديد ثلاثي وحديد وألمونيوم اللي هما الكتونات اللي احنا اخدناهم مع بعض قبل كده. خدنا النحاس، الحديد الثنائي والحديد الثلاثي والألمونيوم، وكنا بناخد المادة اللي بتفرق او بتخليني اعرف مين حديد ثنائي، مين حديد ثلاثي، مين ألمونيوم، مين النحاس، كنا بنضيف مين، كنا بنضيف هيدروكسيد الصوديوم الى محلول ملح المادة اللي موجودة عندي. انا عندي ادي ملح كلوريد الحديد وكلوريد مين الالومنيوم، انا مش عارفه مين الكلوريد الحديد ومين كلوريد الالومنيوم، يبقى اعمل ايه؟ هعمل محلول كلوريد الحديد واضيف عليه مين؟ الصودا القويه او هيدروكسيد الصوديوم، وهشوف الناتج. لو جبت الملح ده وطلع عندي الناتج لونه بني محمر، يبقى ده مين؟ كاتيون الحديد او كلوريد الحديد الثلاثي. طيب لو الناتج طلع عندي لونه أبيض وذاب في كمية وفيرة من هيدروكسيد الصوديوم، يبقى ده مين؟ كلوريد الألمونيوم. لما أجي أحل هعمل أقول إيه هي الإجابة؟ نقول بإضافة هيدروكسيد الصوديوم اللي هي مين؟ الصودا القوية للملحين اللي عندي. ده هعمله محلول وده هعمله محلول. يعني إيه محلول؟ يعني هذوبه في المية واروح ضايف عليه مين؟ محلول برضو هيدروكسيد مين؟ الصوديوم. لو الناتج تكون كان لونه بني محمر، يبقى عندي ده كان مين؟ كلوريد الحديد الثلاثي. طب لو الناتج تكون راسب ابيض يذوب في الزيادة من هيدروكسيد الصوديوم، يبقى ده كان مين؟ كلوريد الالومنيوم. انا كده عرفت اوضح بين لما اجي اقول لك كيف تميز عمليا بين كلوريد الحديد الثلاثي وكلوريد الالومنيوم. ممكن نجيب السؤال بطريقه تاني، كيف تميز عمليا بين كاتيون الحديد الثنائي وبين كاتيون الحديد مين؟ الثلاثي. انا بيبعطيني املاح وانا مش عارفه ده ملح ايه، اروح جايبه المحلول بتاع الملح اللي عندي واضيف على مين؟ محلول هيدروكسيد الصوديوم. لو كون راسب بني محمر يبقى كلوريد حديد ثلاثي، لو راسب ابيض بيذوب في كمية وفيرة من هيدروكسيد الصوديوم، يبقى ده مين؟ كلوريد الألمونيوم. طيب تمام، لو أنا عندي بقى الراسب طلع لونه أزرق، يبقى ده كان كاتيون مين؟ النحاس. طب لو الراسب كان طلع أبيض مخضر، أبيض وبعدين اتحول لأبيض مخضر، ده يبقى مين؟ كاتيون الحديد الثنائي زي ما وضحنا في الصاب. وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.